ما عادش في مصر، خليناك في مصر، وليت في دبي. وي. ومش لأسباب، معناتها مش لأسباب فنية باغامون، دخلت تخدم فيش تو؟ الأسباب فنية ومهنية. دخلت نخدم وفات من المرج يا سامي، من المرج ما مرجتني أخدم 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 أخدم. وانت واش تخدم في دبي؟ دخلت نخدم في جروب كبير، في يعني جروب معروف على الاخر في الخليج. دخلت نخدم في دومين تاعي، دومين فينانس واي تي، بالدبلوم تاعي من بزنس سكول. دونك باش نقص على روحي المرج وستريس، دونك قلت هكا هاو جو كوب كور، مش جو كوب كور للتمثيل، لما نعمل دو شوز او ميم طون. حاولت نعمل في مصر، مي في مصر سيتي با بوسيبل، وجيت نخمم اون بلوس اقامه في الامارات خليني نمشي لمصر يعني انا امبورت كيل انستون، دونك مش تجيني مشاكل في الفيزا ولا فهمت. وبالحق الحكايه اللي كذبت على عارفك باش تنجم تمثل. شكون قال لك كذا؟ هادي زعيم. عارفي. مش انا غلط ولا بوغوس عارفها؟ يشبه الجوال. ما انا مش بوغوس. شفتو قاتل؟ لا لا بوغوس جوال محلاه. عارفك بوغوس؟ عارفي انجليزي. اسمعني، تحب نعطيك سؤال معبي بالسوء النيه هكا، فهمتني ولا لا؟ كله سوء نية، أما تظهروا قرب برشا لبعضكم أنت وعادل. إيه فوق العباد ورانا، إنجليزي ما عندوش نفس ال ما عندوش نفس المونتاليتي تاع العرب. إيه بالحق والله كذبت عليه، إن شاء الله حتى حد ما يترجم له الانترفيو، دونك فهمت. جيت أوبليجي. ودونك شو عملنا في التمثيل؟ معناتها نمثل هاني، جيت باش نمثل أنا، عندي لون ميتراج نصور فيه. مع؟ دونك مع قيس صقير، ومع باش يكون فما جروب كبير نتاع دي كوميديان توينسا، باش تكون مع صديقي أنا قيس صقير. معناتها قيس صقير صح؟ يسلم عليك دايوغ. يعيشك يسلم، باش يعمل فيلم قيس والله لا في بالي. هاكا نعطيتك صقير. خلينا نعمل له برومو، شنو اسمه الفيلم؟ لا مازال ما فماش اسم، مازالوا ما اختارولوش اسم، ولكن سيت اون كوميدي دراما ميكس ميكس. فوالا دونك الغول عجبني برشا، وهذاك علاش خديت كونجي وجيت نصورو. قداش من نهار تورناج عندك؟ معناتها كونجي كبير ولا كونجي؟ لا لا مش كبير، كنت باش نسافر نعاود نرجع، من بعد قعدت لمولي ليامات. في تصريح ليك للخليج 365 بتاريخ 4 سبتمبر 2019 قلت تركيزي هذا العام سيكون على الخليج ولبنان، ما عادش فما فرصة نتاع خدمة في مصر. انا قلت ما عادش فما فرصة في مصر. اي لا ما قلتش هكا، قلت تركيزي باش يكون على الخليج ولبنان، ما قلتش ما فماش، بالعكس يعني بالعكس. انا في الاوف سيزون جاوني برشا حاجات في مصر، ولكن قررت انه نبدل الوجهه، خاطر من عم ناول يعني تجيني دي زوفر باش نحكي بالخليج، باش نمثل في مسلسلات خليج، وسوق الخليج كبير برشا. أي؟ ويخلصوا برشا فلوس. دونك بيسكو دوك عليك ليه معناتها؟ فوالا دونك بيسكو انا نحكي بالاماراتي ونحكي يعني اللهجات الكل نتاعهم. علاش ليه معناتها برشا فلوس وبرشا اقتراحات وبرشا؟ اي ما مش ما خليتش مصر، معناها هنا عندي حاجه في مصر. اما تخدم معناتها؟ اي عندي عملت ببليسيتي لحاجه كبيره برشا، معناها حاجه تبع الشعر، وعندي حاجه ان شاء الله نصور فيها، نبدا دون 3 semaines كي نرجع من تونس. اي فوالا دونك غادي سي فاسيل دو فيغ لي دو، اما في مصر سيتي با فاسيل يعني باش اني نخدم نلقى خدمه وفي الدومين وكيما انا نحب وميم طون نمثل. يعني في مصر يا نقعد حياتي كل نمثل يا لا، في دبي سي با لا ميم شوز. وضعيه مريحه جدا، وانه تكون عندك خدمه مستقره معناتها تخدم دون لا فينونس في دبي. شو ما نحبش نكذب عليك ونقول لك كلام افلام مسلسلات راهو وتلفزه، انا ما حبيتش نخدم مي بور فيغ بليزيغ لماما ولا خواتي. مش بليزيغ سامحني، باش تكون عندك استقلاليه ماديه ورايضه وكذا. لا لا والله خاطر التمثيل ينجم معناتها تنجم تعيش كان بالتمثيل؟ اي الحمد لله الحمد لله فهمتك. دونك مش على هذاك، خاطر بالحق ان سيغتان ماما جيت نخمم، قلت ماما عندها الحق، قالت لي انا قريتك وصلت ودبلومك بالكدا ودرا شنو ليسي بيلوت في الاخر ما تخدمش. جيت نحسب فيها اون بليس الخدمه باش تجيب لي اقامه في الخليج. بيلوت؟ بيلوت ارينا. كيفاش طيارات سيدي؟ ريت كيفاش؟ ريت كيفاش؟ وكان صدقني ربي انا خليته في وقتي انا، خاطر انا راجل كبير. ليسي بيلوت ارينا كان يقريو بالانجليز. لا لا. ما عادش نحاوها؟ لا 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 لا. انا كانوا يقريو بالانجليز، الدنيا تبدلت. اي بالحق كانوا يقريو مات بالانجليز. الدنيا تبدلت. انت اكبر مني برشا سامي.